قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري متواجد في حج هذه السنة وبيكرمنا بتلاوة لكتاب الله الكريم. حنا قريبين من جبل الرحمة في هذه الساعة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. أهلا وسهلا بأغلى ضيوف علينا. بارك الله فيكم ونشكركم على حسن الضيافة وجزاكم الله خير. حاجة مشهد عظيم والله. الله أكبر. نشكر المملكة العربية السعودية على هذا التنظيم والعمل الرائع الجيد. يعني بصراحة عمل يفوق فوق الخيال بصراحة. يعني تنظيم كامل متكامل. ربنا يبارك فيكم. مجهود رائع وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونشكركم دايما على الجهد الكبير هذا لحجاج وضيوف الرحمن. بقول لك الله اصطفاكم اليوم انكم تكونوا في مشعر عرفات قريب من جبل الرحمة والرحمات تحفكم. فالله يحييكم يا أغلى ضيوف ضيوف الرحمن. الله يبارك فيكم ويحفظكم. في البداية وفي الحقيقة نشكر المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده. نسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يبارك فيهم وأن يجعل ما يقومون به في موازين حسناتهم على هذا التنظيم الرائع وعلى يعني استضافتهم لضيوف الرحمن. وكرسوا كل جهدهم للحفاظ على ضيوف الرحمن وقدموا سبل السعادة ووفروا سبل الراحة لضيوف الرحمن. ونشكركم أيضا كمان على تبسمكم في وجه ضيوف الرحمن. أنتم حقا أكرمكم الله بهذا المكان المبارك الكريم فأنتم تكرمون ضيوف الرحمن. وهنيئا لمن أكرم ضيف الرحمن. فمن أكرم ضيف الرحمن أكرمه الله. فلن تضام المملكة العربية السعودية ولن يضام شعب السعودية. هو شعب أبي وشعب مرابط ومصر تحب السعودية والسعودية تحب مصر. فكلنا جسد واحد. كلنا يحب بعضنا بعضا ويعشق بعضنا بعضا. ودائما وأبدا كلنا في رحاب واحد وكلنا ضيوف على الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خير الجزاء. ونسأل الله أن يتقبل منا حجنا وأن يجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا يا أرحم الراحمين. وحقا من أعماق قلبي أشكر ولي العهد على ما فعله والله من جهود كبيرة. وأشكر خادم الحرمين الشريفين تحية شكر وخاصة وتقدير لما يقومون به على خدمة الحجاج وعلى خدمة ضيوف الرحمن. حقا يطبقون قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الرحمن. فمن أكرم وفد الرحمن أكرمه الله في الدنيا والآخرة. ومصر أغلى شعب علينا. وهذه تحية لك. الله يسلمك. أهلا وسهلا.